وقعد عندهم قد ايه تقريبا يا عجوز؟ قعد يجي اكتر من ساعة. طب تمام، عايزك تطلع على الراجل صاحب العمارة اللي قاعدة فيها مرات عمي وتشوف هو عايز كام وتديهم له وقول له ينفذ دلوقتي. تمام يا كبير. سلام يا عجوزة. نعم، يعني أنا ما برتاحش خالص لعمك عبد الحميد ده وانت عارف، بس يمكن يعني رايح يطمن عليهم. ما ظنش عمي عبد الحميد ده ما يخطيش خطوة إلا والشر في رجليه، ما يعملش حاجة لله أبدا. طب وبعدين ناوي تعمل إيه؟ معاه هو بالذات لسه مش عارف. انت عاوز المستريح؟ قوي مستريح قوي. امورني معاك كام؟ معاك العقيدة اشرف البدراوي وقال عمك. لا مؤاخذة يا بشوية، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. حاجة ساعة بسرعة يلا. بس يا ابني جالنا بلاغ ان انت بتاخد فلوس الناس وبتنصب عليهم، الكلام ده حقيقي؟ انا؟ لا يا باشا ما حصلش الكلام ده، انا تاجر وفي حالي يعني بشتغل بفلوس يا باشا. وبعدين اللي بيتقال ده كذب وافتراء من اعداء النجاح. يعني انت بتاخدش فلوس من الناس وتديهم فوائد؟ لا يا باشا الكلام ده بتاع البنوك الكبيره، انا راجل شغال بالفلوس اللي حيلت يعني، وربنا بيكرم اخر كرم يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك يا معلم، انا عيل صغير وبرجع في كلمتي، بعد اذنك محتاج فلوسي. ايه ده؟ واخد منك فلوس؟ ده هو قصده فلوس الجمعيه يا باشا، اصل الناس هنا لمؤاخذه ظروفها على قدها، بندور حوار الجمعيات عشان نفك الزنقه، ربنا يفك شر الزنقه باشا. ناس ايه وجمعيات ايه؟ مفيش جمعيات مفيش الكلام ده، الراجل ده واخد مني فلوس على اساس ان هو يشغلها يا ابني. افتكر كويس الواد ده مطرطش يا باشا. ولا افتكر يا باشا، مفيش الكلام ده، مفيش جمعيات. الجمعيه يا باشا، الجمعيه. مش الجمعيه، فلوس الجمعيه. انا عايز فلوس الجمعيه. خلاص يا ابني انا بتكلم، اديه فلوس الجمعيه يا باشا. ادي له فلوس الجمعيه لاخدك على الحبس يا باشا. فلوس الجمعيه يلا. طالما فيها حبس نقبضه الاول كمان. يلا اخلص. حاضر يا باشا. حاضر. يا ناس يا منطقه، اللي عايز فلوس من راجل المصاد ده ياخدها. لا تحبس بس. صلى على النبي. بس كل ما اخوتك جوه. مش راضي يشتغل برضو؟ شكله باظ لما وقع وانا بجري ورا البيه. بالحق، انت كنت بتجري ورا الواد ده ليه؟ البيه؟ ايه؟ البيه كان بيزعل اخته بس انا صلحتهم، مفيش حاجه يعني، كانت مشكله بسيطه كده. وبعدين يا عمي انا وسليم يعني بنحب نجري ورا بعض كل ثلاثه عشان نمارس الرياضه. يعني مفيش مشكله الحمد لله. كلها ساميه. تسلم ايديكي، تعبناكي معانا. دي حاجة بسيطة، أنا لو أعرف إن أنتوا جايين كنت ذبحتي جدي، حلاوة زيارتكم. ربنا يخليكي. طب ما يلا سامية بقى عشان نلحق نرجع. لا 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 لا، تمشوا تروحوا فين؟ ده مرات عمك النهاردة مظبطة لكم الأوضة البحرية وهتقضوا لها زي الفل إن شاء الله. لا معلش، إحنا مش عاملين حساب نصلي. طب أحسن برضه. لا أحسن إيه؟ عمي بيتكلم صح على فكرة، ما جاتش يعني على سواد الليل، خليني أخويا نمشي الصبح أحسن. صح يا سامية. مش ده عمك الحرامي اللي كان نصب عليكم من شويه؟ ايوه يا اخويا هو الحرامي، بس بيني وبينك الطريق بالليل مليان كمان، الصبح امان اكتر، وبعدين ده في بسله وجزر وشغل عالي. لا خلاص يبقى بجد احسن. طب اقول لكم ايه؟ انتوا لو جايه منكم في بيات وكده انا مضطر اهبق وارجع انا، عشان الشباب مستنياني على القهوه. طب ما تقوم تمشي، وانت في حد فينا كان مسك فيك؟ انت بتقول يا راجل يا مجنون انت؟ انت عايز تخرجنا من الشقه؟ هترمينا في الشارع في انصاص الليالي؟ بقول لك ايه؟ لم لسانك وغوروا من هنا، لحسن ابلغ الشرطه، هيجوا يمسكوكم وينضفوا الزباله من العماره. ايه ده؟ انتوا مش حاسين؟ عايزين نشوف رجاله طلع خارج عليكم، وانا ساكت والله اعلم انتوا بتعملوا ايه في الشقه؟ اخرس خالص قطع لسانك، احنا مش كده، ما تقولش علينا كده. منك لله، من كل الله كلكم. ايه ده يا اخويا؟ انت لسه ما نمتش؟ مش عارف اسمي قلبي وكن على امي واخواتي. عايز اطمن عليهم. استعيذ بالله بس كده ونام. تلاقيك تقلت شويه في البسله.
طب نام يا اخويا دلوقتي، وبكره اول ما نرجع اروح اطمن عليهم واطمنك على طول، بس نام شويه. Thank you.